ولتسليط الضوء على التهديد الأمريكي للميليشيات في العراق، معنا العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية بمركز راسام. أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد. حياكم الله، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. بداية، واشنطن قامت بتهديد الحكومة في بغداد باتخاذ خطوات استباقية ما أجل حماية قوات التحالف الدولي. إذن هل نحن أمام عمل عسكري جوي غير محدود ضد الميليشيات؟ بداية دعني أقول بأن الصراع في العراق يدخل مرحلة جديدة من التصعيد، وهذا التصعيد يمكن أن يستمر ويتوسع. فالميليشيات تحولت من مرحلة التهديد والوعيد إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بأوامر مباشرة من إيران. وبنفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية تحولت من استراتيجية الفعل ورد الفعل إلى استراتيجية الضربات الاستباقية والهجوم الواسع، أي التحول من الدفاع إلى المواجهة. والدليل على أنها الآن قررت تحريك الفرقة 101 والتي يطلق عليها النسور الزاعقة، بالإضافة إلى نشر بطاريات صواريخ باتريوت وهي جزء من استراتيجية دفاعية هجومية. كما أن الكونغرس في الفترة الماضية خصص ما يقارب 71 مليار دولار لتمكين القوات الأمريكية من تنفيذ استراتيجيتها في دول سماها بالغير مستقرة، أحد هذه الدول هي العراق والصومال وأفغانستان وسوريا، ومنها ما يقارب 1.5 مليار لدعم الجهد المدني في غرب العراق وفي سهل نينوى. كما أن عملية إعادة انتشار القوات الأمريكية في العراق يعطي صورة واضحة على أن القوات الأمريكية ستلجأ إلى تنفيذ ضربات استباقية رادعة، وهذه الضربات هي هدفها هو تدمير إمكانيات والقدرات العسكرية التسليحية للميليشيات الإيرانية لمنعها من القيام بتهديد المصالح الأمريكية أو القيام بعمليات مستقبلية، أي ضربات عسكرية دفاعية إجهاضية لكل عمل عسكري يمكن أن تقوم به إيران أو ميليشيات إيران في الفترة المقبلة. لأن الولايات المتحدة الأمريكية قالت بأننا نمتلك الإرادة السياسية ونمتلك القدرات العسكرية للرد، وهذا قد يتطور ليشمل أهداف سياسية تابعة لهذه الميليشيات في الفترة المقبلة، علما أن هذا التصعيد لا يصب في مصالح العليا للعراق والذي قد يتطور حسب تطور الأحداث. أنا أعتقد بأن قواعد اللعبة قد تغيرت، وملف الميليشيات قد تحول من الخارجية إلى البنتاغون، وهذا يعطي دلالة واضحة بأنه العمل العسكري هو الذي سيكون الخيار الأمريكي في الفترة المقبلة في العراق، وبهذا يمكن أن تنفذ عمليات عسكرية واسعة، خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى في الحكومة العراقية بأنها شريك في مواجهة الإرهاب، سواء هذا الإرهاب كان ميليشيات مسلحة انضمت ضمن القوات المسلحة أو كانت خارج القوات المسلحة. طيب، يعني مع هذا التهديد وحديث الحكومة أنها ستكون على الحياد، هناك من يسأل ما هو دورها إذن؟ أنا أعتقد بأن العراق الرسمي الآن هو مغيب بشكل كامل، هو ضعيف وعاجز وغير قادر على وقف ولجم هذه الميليشيات أو على وقف الهجمات الأمريكية، وبالتالي أصبح من يتحكم بزمام الأمور في العراق هي هذه الميليشيات، بحيث أصبحت الحكومة عاجزة وضعيفة وتابعة وخاضعة لهذه الميليشيات. لذلك أنا أعتقد بأن هذه الميليشيات تجر العراق إلى المجهول، والحكومة العراقية الآن هي محرجة بشكل كبير جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تعاني من فوضى عارمة تضرب مفاصل الدولة العراقية على جميع المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية وحتى الصحية. الآن بمواجهة كورونا هذه الدولة هي مفلسة مدانة بأكثر من 145 مليار دولار، هناك انقسام سياسي حاد وهناك انسداد في الأفق السياسي، بحيث لحد هذه اللحظة لم تتوافق الكتل السياسية على تسمية رئيس وزراء. لذلك أنا أعتقد بأنها أصبحت عاجزة وغير قادرة على أن تفعل أي شيء في المشهد العراقي، غير أنها قادرة على إصدار البيانات التي تدين وتنتقد التجاوزات التي تصدر على السيادة العراقية وما إلى ذلك، وهي تحاول الآن يعني أن تلعب دور الوسيط يعني في مسألة الميليشيات وفي مسألة القوات الأمريكية. لذلك أنا أعتقد أننا أمام إشكال حقيقي بأنه نعاني من حالة عدم وجود دولة في العراق يمكن أن تتعامل مع تطورات الأحداث أو تستطيع أن تخرج من هذه الأزمات التي تتوالى على العراق، لأن الحكومة أصبحت فاقدة للإرادة السياسية وفاقدة للقدرات اللازمة لمواجهة أي أزمات في العراق أو في المنطقة. طيب، من جهة أخرى تحدثت مصادر أمنية عن تحويل ناحية جرف الصخر إلى
بؤرة يستغلها الحرس الثوري الإيراني. إذن هل هذا هو السبب الحقيقي وراء منع عودة الأهالي والنازحين وسكان المنطقة إلى مناطقهم؟ نعم، من يراقب التصريحات الأمريكية بعد القصف الذي طال المواقع العسكرية لميليشيا حزب الله، القوات الأمريكية تنظر إلى هذا القصف بأنه طال مواقع إيرانية بالداخل العراقي، وهي رسالة واضحة إلى إيران بأنه منطقة جرف الصخر التي تم استرجاعها من تنظيم الدولة عام 2014 يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الإيرانية، وبالتالي تم اتخاذها قاعدة عسكرية مغلقة للتدريب والتسليح والتخطيط، ومنعت الأهالي من العودة، وحتى الحكومة عاجزة، وهناك حوادث كثيرة مع وزير الداخلية ومع أياد علاوي الذين تكلموا بصراحة بأن هذه المنطقة هي تعود لإيران بشكل كامل. والضربات الأخيرة تم حسب ما أعلنت القوات الأمريكية تم مقتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني سيمانيد مشهداني، وبالتالي هذه المنطقة أصبحت قاعدة إيرانية بكل ما تعنيه هذه الكلمة. ففيها مواقع استراتيجية وفيها مواقع لانطلاق الميليشيات الإيرانية وغيرها من الأمور الأخرى. نعم، كان معنا الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية بمركز رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا.